أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن مرحلة الإعمار ستنطلق في الأنبار بأفق واسع، ومشيرا في كلمة له خلال حضوره تجمعا جماهيريا لحزب تقدم في الرمادي إلى إعداد خطة كاملة بهذا الشأن، وأن ما تشهده الرمادي وما حولها من استقرار وأمن وإعمار وازدهار إنما جاء بجهود أبناء المحافظة والعاملين بإدارتها بمؤازرة ومساندة أهلهم من العشائر والطاقات الشابة. ونشوف داير ما يدورنا استقرار وأمن وإعمار وإن شاء الله ازدهار أكثر وأكثر. إخواني، هذا ما أجى من فراغ، أجى من جهود أبناء هذه المحافظة، أجى من جهود العاملين في إدارة المحافظة، وأكيد بمؤازرة ومساندة أهلهم خلفهم من العشائر، من هذه الطاقات الشابة اللي شجعوهم واللي آزروهم واللي سندوهم حتى يصلون إلى هذه المرحلة من القبول. كل هذا اللي تشوفوه داير ما يدوركم من خدمة ومن عمل، احنا ممكن نسميها هاي المرحلة الأولى اللي ممكن نسميها مرحلة الاستقرار ومرحلة توفير الخدمات الأساسية لعودة الحياة. مرحلة الإعمار ستنطلق بشكل واعد وتنطلق إلى أفق أوسع في كل المؤسسات وفي كل القطاعات الصناعية، الزراعية، الخدمية، الاستثمارية، وفي كل المفاصل لدينا خطة كاملة. كما دخلنا في اليوم الأول وكان لدينا وفريقنا خطة للاستقرار وخطة لإعادة الحياة إلى هذه المحافظة والمحافظات المحررة، لدينا خطة وعمل متكامل سينطلق بإذن الله بتشكيل المحافظة القادمة.